تعيش مرحلة تاريخية في مراحل التطور الفكري خاصة عند الشباب، وما يتعلق بالمواضيع التي نتحدث عنها اليوم، خصوصا موضوع الهوية. الشباب اليوم يسأل، الشباب اليوم يناقش، هناك كم ضخم من المعلومات التي تتوارد على عقول وأذهان الشباب في كل دقيقة عبر وسائل الإعلام الجديدة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شكل، شعرنا بذلك أم لم نشعر بذلك، شكل شرخ في الهوية، شكل يشكل إشكالات في بناء. هناك عدد كبير من الشباب اليوم ضاعوا ودخلوا أبواب التطرف من كلا الجانبين، لا سواء التطرف الداعشي أو التطرف الآن الذي أصبح الحديث عنه كثيرا على مواقع التواصل، الحرب على الدين، الإلحاد. هذه الإشكالات، إشكالات الإلحاد وإشكالات التطرف العنيف، من أهم أسبابها هذا الإشكال الواقع في الهوية اليوم، هذا الشرخ الواقع في الهوية، لأن الشباب لهم أسئلة كثيرة، وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات، وتحتاج إلى إجابات متوازنة، وهذا الدور يجب أن تقوم به الأحزاب على المستوى الفكري.